عليكم، كيفكم يا اساطير؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا محمد عمر بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون شيء اسطوري يا اصدقائي. فيديو اليوم اشتريت حساب عشوائي من احد المتابعين، راح نستعرض تشوف شو فيه الحساب من سكنات اسلحه وشو فيه اشياء اسطوريه. فاوكي يا حبايب قلبي، قبل ما نبلش بالفيديو اتمنى منكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، وتفرجوا اصلا بيطا عشان يصلكم كل فيديو جديد. اوكي، شو راح اسوي بهذا الحساب يا اصدقائي؟ كالعاده هذا الحساب راح اسوي عليه مسابقه، بس هذه المره راح تكون بشيء مختلف. هاي المره راح تكون بطوله على البث المباشر على صفحتي على الفيسبوك، راح تلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف. اللي حاب يشارك بهاي البطوله يفوز بهذا الحساب، شارك بالبث المباشر، شارك بالرومات، وان شاء الله بيكون هذا الحساب بنصيبك. فاوكي، انا ما بعرف شو داخل هذا الحساب، راح نستكشف مع بعض ونشوف شو فيه سكنات. رابط صفحتي على الفيسبوك راح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. اتمنى منكم لا تقصروا، خلينا نوصل 100,000 باقرب وقت يا اصدقائي. اضغطوا لايك هذا الفيديو، اشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. ما بدي اطلع عليكم كثير بالمقدمه، بترككم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. اوكي شباب، عندنا اول شيء هون البروفايل تبع الحساب. اوكي، ليفل 68 فاير باصات، اتوقع الكل مشحونات الا ثلاثه بس مش مشحونين بهذا الحساب. اوكي، البروفايل الكلات تبعه 2200. اوكي، البروفايل يعني بيقدر يعدل صاحب الحساب، اللي راح ياخذ الحساب راح يعدله بعدين هو براحته. اوكي، اول شيء ندخل عليه اللي هو سكنات. خلينا نشوف شو في عندنا سكنات اسطوريه يا اصدقائي. هذول هم الطواقي الموجودين بالحساب، الطاقيه اللي هي هذه الكاب يا اصدقائي. اوكي، هذا راس الصلعه، شوف شو بتلمع يا شباب راس الصلعه. اوكي، هذا الشعر، وفي هذا وفي هذا. اوكي، اشياء يعني نوعا ما كويسه. هذا الشعر اسطوري صراحه اللي موجود بالحساب. اوكي، هذا ما بعرف شو هذا تبع اي سكن يا اخي. اوكي، طبعا ماجيك كيوب هذا سكن. اوكي، وفي هذه تبع الساموراي ولا ما بعرف شو هي، وفي هذه تبع كمان الماجيك كيوب باللبسه الزرقاء، وهذه تبع لبسه الجولد ريال اللي نزلت. اوكي، الشعر هذا تبع شو؟ تبع الجولد ريال كمان هذا. اوكي، في راس الارنب، هذا سكن الارنب كامل. في هذا الشعر الاحمر، في هذا الكاب، في هذا الشعر كمان. اوكي، في يعني في شعر هيك انواع من شعر. راس المسامير يا شباب، تسعه مسامير، التسعه مسامير موجودين بالراس. اوكي، التسعه مسامير موجودين بالراس. هذا شعر المخنتين، وهذا شعر تبع مش عارف بابا نويل ولا ما بعرف شو. هذا الشعر اوكي ملوي. شوف هذا الراس يا شباب، شوف هذا كيف بالله، شو هذا يا شباب؟ هذا ضفدع، ضفدع مش بني ادم يا شباب. اوكي، هاي راس البيض هون موجوده يا شباب. الطواقي هذول كمان، هذا تبع مسكن. اوكي، هذا سكن الحاضنه اتوقع، سكن سكن الحاضنه هذا. اوكي، هذا شو هذا الراس كمان؟ وشو هذا؟ شوف هذا يا شباب، تطور هذا السكن. اوكي، ونشوف اللي بعده، هذول الاشياء اللي بعدها السريع. اوكي، خلصنا من الطواقي، هذول النظارات اللي هون. اوكي، هذول الوجوه اللي بيكونوا ما بعرف ليش حاطينهم نظارات هون، مع انه مش نظارات هم المفروض يكونوا، مش عارف. المهم شباب نكمل. اوكي، في هذا الراس تبع الدايموند ريال. اوكي، هذول اثنين شباب، اثنين زي بعض، شو الاختلاف؟ اوكي، الاختلاف بالشعر، باللون الشعر من ورا. اوكي، في عندنا التلتيمة هاي، وفي عندنا راس الشيطان. هذا كمان تبع المطور، ما بعرف شو شو هذا. اوكي، في تلتيمه هاي، وفي هذا. اوكي، وفي قناع هذا، هذا تبع سكن اللص اتوقع. اوكي، هاي سكن اللص كمان كله موجود. هذا التلتيمه كمان، هاي التلتيمه اسطوريه كمان. راس الجوكر، سكن الجوكر موجود. اوكي، اللي بعده اللي بعده، خلينا نشوف. استنى حبيبي، استنى الله يرضى عليك يا عمري. اوكي، اللي بعده هون في نظارات، هون في اللحيه، هذا في السكن تبع المود اللي نزلوه مره تبع وقت ما بعرف الساموراي الكبير هذاك او خود هذا، نزلت عليه فيديو اتوقع وقتها. اوكي، عندنا هذا كمان تبع الساموراي، هذا السكن كمان موجود. والله اسطوري هذا السكن كمان، والله سكن اسطوري هذا كمان يا شباب. بعده عندنا هذا الراس كمان، وفي عندنا اللحيه، وفي عندنا سكن الكلب، هاي سكن الكلب يا شباب. قناع الجمجمه هي موجود. اوكي، السكن هذا كمان تبع الحاضنه هي كامل هون. وفي عندنا هذه تبع ما بعرف مش عارف شو اسمها اللعبه هذيك يا شباب، بس المهم انتم فهمتوا علي. اوكي، عندنا التلتيم هذه، في منها لونين، هذول ايمتى نزلوا هذول يا شباب؟ ايمتى نزل اللون هذا؟ والله ما بعرف، انا في عندي لون واحد اتوقع، عندي هذه بس، يمكن الثاني ما عندي اياها، والله ما بعرف اذا عندي اياها يا شباب ولا لا. اوكي، في التلتيمات هذول كمان كاملين، في عندنا اللي بعدهم هذول كلهم خلص هيك خلصنا. الوجوه في هذا وفي هذا. اوكي، في عندنا السكنات شو اسمه الجاكيتات والاشياء التيشيرتات اللي مثل هاي يا شباب. اوكي، عندنا السكن هذا تبع الفاير باس، هذا هاي تبع الدايموند ريال، هاي كمان تبع الفاير باس. اوكي، وفي هذه كمان. اوكي، خلينا نستعرضهم على السريع. تمام، اللي بعده خلينا على السريع على السريع نستعرضهم يا شباب. اوكي، في هذا السكن، هذا السكن تبع الراس تبع الشعر، والله اسطوري يا شباب السكن هذا. اوكي، واللي بعده هاي تبع الماجيك كيوب، هذا سكن اللص كمان كامل. اوكي، كفو، هاي سكن اللص، والله سكن اللص اسطوري. اوكي، واللي بعده هاي تبع الجوكر، هاي تبع الجولد ريال، الجولد ريال. اوكي، على السريع على السريع، هذا تبع الارنب. هذا سكن كمان وزعوه مجانا، الجاكيت الاصفر. اوكي، هذه تبع يا شباب، هاي تبع انا حربي يا شباب اسمها. اوكي، هذا تبع المخنتين، سكن المخنتين يا شباب. اوكي، اللي بعده اللي بعده. اوكي، وفي كمان هذا السكن موجود كامل. اوكي، حلو نوعا ما. اوكي، اللي بعده اللي بعده. اوكي، هاي تبع الساموراي، هاي تبع سكن الكلب. هذه يا شباب اللي كانت حلمي اول ما بلشت اللعبه سكن هذا. اوكي، اللي بعده. اوكي، في عندنا هات كمان، وفي عندنا هات، وفي عندنا هذول. اوكي، على السريع على السريع. اوكي، الحساب اتوقع فيه سكنات اسطوريه يا شباب، يعني في انا المسابقه هذه راح اسويها طبعا للناس اللي ما بتشحن، الناس ما عندها حسابات يعني فيها سكنات او شيء مثل هيك. فيعني اذا كان انت حسابك ضعيف اضعف من هذا بتقدر تشارك بهي المسابقه، راح اقول اشتروا طبعا على البث المباشر.
وكل شيء راح اشرح عن البطوله، كيف قوانين البطوله وكل شيء راح يكون على البث المباشر تبع بكره. فاذا انت لسه مش متابعني تقدر تتابعني، راح تلاقي الرابط تحت بصندوق الوصف، تقدر تتابع البث المباشر، تستنى بث بكره. اوكي، في هذا كمان تيشيرت الاسود يا شباب، استنى البث تبع بكره، انا راح اشرح كل شيء عن نظام البطوله كيف راح تكون البطوله. اوكي، هذول البنطلونات الموجوده. اوكي، راح احط الكاميرا هون يا شباب عشان انه بدنا نستعرض نحن البنطلون، بس الجزء يعني اللي من تحت ما راح نستعرض يعني التيشيرتات من فوق. اوكي، هذول هم جميع البنطلونات الموجوده بالحساب. اوكي، في منهم اشياء كويسه، هذا تبع اللص، اوكي تبع الجوكر هون. اوكي، في هذا بطلون انا لابسه حاليا بحسابي. اوكي، في هذا شو هذا؟ هذا تبع الجولد ريال، لا هذا تبع السكن المجاني. اوكي، اللي بعده يلا خلينا نشوف على السريع. اوكي، في هذا كمان الاصفر تبع السكن الاصفر كامل، وينه هذا هو؟ اوكي، هذا السكن الاصفر كامل يا شباب. اللي بعده في عندنا هذا، في عندنا هذا، ان شاء الله يكون فيه بطلون جاز، ان شاء الله يكون فيه بطلون جاز بس يا شباب. اوكي، اللي بعده هي تبع الفوطه تبع طالع. هذا البطلون كمان حلو، نزل بالدايموند ريال مره. اوكي، اللي بعده خلينا نستارت على السريع. اوكي، ان شاء الله بس يكون بطلون الجاز موجود يا شباب. اوكي، كفي هذول كمان البطلونات، هذول حلوين والله، هذا كمان حلو البطلون. اوكي، وفي هذا كمان بطلون اسطوري. اللي بعده اوكي، بطلون الجاز مش موجود بالحساب. اوكي، اللي بعده عندنا الاحذيه راح استعرضهم على السريع يا شباب، اهم شيء يكون بس الحذاء الابيض موجود والباقي عادي. اوكي، هاي الحذاء الابيض موجود، اهم شيء الحذاء الابيض بس يكون موجود والباقي عادي يا شباب. اوكي، هذا الحذاء كمان اسطوري، اذا بتلبس فوقه لبسه صفراء هيك شيء اسطوري يعني بتزبط يا شباب. اوكي، الكريمينال الابيض ليكم موجود، سكن المخنتين هي كمان موجود، راح اغيرك الله لا يوفقك الهي. اوكي، شو في كمان عندنا هون؟ عندنا في باكج تبع صور. اوكي، عندنا بطاقات تبع الاكس بي وتبع الجولد، في عندنا هون كمان ماجيك كيوب يا شباب، وفي عندنا 6 احجر صفر. اوكي، يعني 6 احجر يعني قناع واحد بنزل تباب يعني كويس، بتقدر تجيب سكن من الحاضنه. اوكي، اللي بعده كمان هذول التوكن الباقيات مش ضروريات يعني مش شيء ضروري، في عندنا 28 قطعه للماجيك كيوب بيقدر يكملهم بعدين، هو يلم بشويه شويه بيقدر يكملهم يا شباب اللي راح ياخذ الحساب. اوكي، اللي بعده شو بدنا نشوف كمان بالحساب يا اصدقائي؟ في عندنا الكاركترز. اوكي، شو اسمه الكاركتر، الشخصيات يا شباب موجوده بالحساب. اوكي، عندنا الوك وعندنا سكايلر وعندنا كريستيانو وعندنا جوزيف، هذه ال 128 وفي اياتو. اوكي، ووكونج، في موكو، في انطونيو. اوكي، اتوقع كل الشخصيات موجوده بالحساب يمكن، والله لا في شخصيات. اوكي، كوشمر مش موجود، وفي هذا مش موجود، وفي هذا مش موجود كمان، وداشا ومش عارف الباقي هذه، لكن هاي الشخصيات بقول يعني ما حدا بيستعملها كثير، بس كوشمر يمكن، كوشمر يمكن واحد يستعمله. اوكي، الباقي ما ظنيت واحد. اسكت يا اخي، ليش بتحكوا كثير انتوا؟ خلينا على ادم، شوفوا ادم ما احلى يا اخي، ساك هادي هيك بحاله يا اخي. والله يا ادم انت ما في احسن منك، انت ادم والله انك اسطوره يا اخي. اوكي، اللي بعده نروح عنا على السيارات والرقصات والاشياء الموجوده بالحساب. عندنا رقصه الورقه، رقصه القلب، رقصه احذف السناره وهاتي سمكه، رقصه الضحكه، رقصه الذبح، هذه يا شباب اللي لما بشوف الكاميرات بيعملوا لي. اوكي، الرقصات هذول هم الموجودات، رقصه السياره. اوكي، هذه في رقصه، هذه في رقصه، هذه اسكوب الشاي، وفي هذه الرقصه. على فكره الرقصه هذه والله شوي تصير نادره يا شباب، موجوده بالمتجر هذه الرقصه؟ والله ما بعرف اذا موجوده بالمتجر او لا يا شباب هذه الرقصه. اوكي، هذول الرقصات اللي بعدهم. اوكي، خلينا نستعرض جميع الرقصات الموجوده بالحساب. اوكي، في مجموعه رقصات كويسه بالحساب. اوكي، رقصه العلم مش موجوده، ورقصه الكرسي مش موجوده. في بعض من الرقصات مش موجوده بالحساب. اوكي، السيارات، في عندنا السياره هذه، وفي عندنا اوكي حلوين السيارات الموجودين صراحه، السياره هذه كمان حلوه. اوكي، سكنات يعني للسياره كويسات، في عندنا سكن الموتور كمان، هذا تبع الصناديق الماجيك كيوب تبع فير باس. في الموتور هذا تبع كريستيانو كمان، تبع حدث كورونو. في عندنا كمان هذا الموتور. اوكي، في عندنا، شوف في عندنا اشياء ثانيه كمان اسطوريه، في عندنا هذا كمان السياره هذه، وفي عندنا هذه، في عندنا الموتور تبع البرمائي، في عندنا هذا السكن له بس، وفي عندنا السياره السريعه هذول سكنين، السياره الزرقاء فيها 3 سكنات. اوكي، حلوين نوعا ما. الشنط راح نستعرضهم على السريع يا شباب، اللي لقينا شنطه هيك اسطوريه موجوده بالحساب راح نوقف عندها. اوكي، هذول الشنط كلهم، شو هذه الشنطه؟ هذه شو؟ وين نزلت هذه الشنطة يا شباب؟ تبع ون بنشمان هذه. اوكي، حلوة نوعا ما، هذه كمان الشنطة حلوة. شو في عندنا؟ اوكي، هذول هم الشنط كلهم موجودين بالحساب. اوكي، في شنط حلوة كمان بالحساب، ما بعرف كل واحد وذوقه يا شباب. انا بالنسبة لي الشنطة هذيك تبعي ما بستغنى عنها يا شباب، بتعرفوا اللي بلبسها انا الشنطة هذيك تبع التنين، وفي تبع الفيرباص اللي من مرة نزلوها. اوكي، المزلجات راح استعرضهم كمان على السريع يا شباب. شو في عندنا مزلجات؟ اوكي، المزلجات هذول هم كلهم موجودين. لود بوكس، شو عندنا كمان؟ في هذه تبع البيضة يا شباب، في عندنا كمان في الصندوق الأزرق، هذا كمان أسطوري. شو راح نلاقي أشياء؟ أوكي، هذا هو الموجودين بالحساب اللوت بوكس.
اوكي الباراشوت راح نستعرضهم كمان على السريع يا شباب. هذول هم الباراشوت كلهم، الشارات عنده هذول اثنين، اللوجوات هذول اللوجو الموجودين، الصور الموجوده بالحساب، البانرز هذول الموجودين. اوكي كلهم هذا البانر حلو. اوكي راح نعمل له تزويد بانر اسطوري هذا يا شباب. اوكي اللي بعده شو في عندنا كمان اشياء اسطوريه. شو في عنده هيك شيء يكون اسطوري من البانرز. اوكي هذا حلو صراحه اللي حطيته انا، بس بدنا نشوف اذا في اشياء ثانيه عنده حلوه بالحساب. اوكي اتوقع هذول هم البانر بس اللي عنده اياهم بالحساب. اتوقع الاسلحه يا حبيبي ارحمنا انت. اوكي الاسلحه اللي بتتطور مسكرين عنده هذول. اوكي ما بنقدر نشتري هذا خلص راح يا شباب. اوكي مسكرين هذول كلهم، ما عنده ولا سلاح بيتطور، في عنده بس اليو ام بي اللي مفتوح عنده. الشوتجن كمان ما بعرف اذا الشوتجن عنده اياه، خلينا نشوف يا شباب. اوكي الشوتجن ضايل له 3 سبنات 4 سبنات ويجيبه. اوكي هو ضرب 4 سبنات 5 سبنات ضايلنا 4. والله بنشوف بعدين يا شباب، بكي بنجيبه بعدين ان شاء الله الشوتجن، بكي على البث مباشره بنشحن بنجيب كمان اشياء من الحساب. هون ما عنده شيء اتوقع. اوكي ما عنده طاقات او كان عنده حجرات صفر بس ما عنده اقنعه. خلينا نرجع على الاسلحه نشوف الاسلحه الموجوده بالحساب. عندنا اول شيء هون طلق الاي ار الاسلحه بعيده المدى. اوكي الام 4 عنده هون 6 سكنات للام 4 هذول هم. اوكي بقى عندنا الاي كي 3 سكنات للاي كي، في عنده هذا السكن وفي عنده هذا وفي عنده هذا. سلاح ابو كلب في عندنا سكن هذا السكن هذا، وفي عندنا سكن البويا سكن هذا وسكن هذا. 5 سكنات للسكار، عنده سكار بس سكار تيتان ما عنده اياه. اوكي هذول الاثنين ايش موجودين؟ اوكي نفس السكن بالضبط يا شباب بس الخاصيه شويه يا ربي شو هذا؟ ما هذا يا شباب. اوكي 4 سكن ليش عملت له تزويد انا؟ ليش؟ نرجع لهذا. اوكي بس 5 سكنات للسكار. الجروزا في عندنا الا سكن واحد بس. اس كي اس عندنا 4 سكنات للاس كي اس، هذول هم 4 سكنات، في واحد منهم كمان مش دائم. سلاح ال 100 طلقه عندنا سكن واحد لإله، الفيمس عندنا 3 سكنات هذول هم. اوكي دراجونوف عندنا كمان سكن واحد لإله، اكس ام 8 في عندنا سكنين، ام 16 في عندنا 6 سكنات لإله، في واحد منهم مش دائم. اوكي هذول هم. الاي ان 94 في عندنا هذا السكن، هذا سكن اسطوري كمان يا شباب، في عندنا هذول السكنات، وفي عندنا هذا السكن كمان ناري، في عندنا سكن للبويا وسكنات هذول الاثنين. اوكي البلازما في عندنا سكنين للبلازما، الاوج ما له ولا سكن. سلاح كمان ابو كلب هذا في له سكن واحد بس، سكن الثاني مش دائم. نفوت على طلق على اسلحه الاس ام جي. اسلحه الاس ام جي في عندنا هذا اليوم بي، وفي عندنا هذا اللي بتطور، في عندنا هذول الاثنين مش دائمات. الام بي 5 عندنا 3 سكنات له، هذول هم الفي اس اس سكنين. ام بي 40 في عندنا 6 سكنات، في عندنا هذا، اوه في عنده الميكانيكي دائم يا شباب، انا شردني الميكانيكي اللي اجاني دائم. اوكي في عندنا سكنين للام بي 40 اسطوريات، يعني في واحد تبع مدى وفي واحد تبع سرعه، يعني شيء خرافي يعني. اوكي هذا فيه مدى واحد زياده، هذا فيه الدمج 2 زياده. اوكي هذا سلاح كمان فيه الرات اوف فاير فيه 2 زياده. حلو كمان سكن معقول هذا. اوكي هذول هم السكنات الثانيه، 6 سكنات للام بي 40 وسكن واحد للبي 90. سلاح هذا ما بعرف شو موضوعه. اوكي وسكنات التومسون في عندنا هذول بس السكنين فقط، الفيكتور ولا سكن له. الشوت جان طويل في عندنا سكنين للشوت جان طويل، نوعا ما هذا للبربره وهذا للون شوت، يعني يعتبر هذا قريب المدى، يعني لازم تكون قريب عن اللي قدامك. اوكي سباس عندنا في 7 سكنات للسباس، هذول هم على السريع. كلهم دائمين. شوتجن طلقتين ما فيه سكن. اوكي سنايبر فيه سكن واحد، الكار فيه سكنين، المسدس في عندنا سكن واحد هون، الديجل عندنا الايجل عندنا سكن واحد له، جي 18 سكن واحد، هذا سكن واحد. اوكي وهذا سكن واحد. القلايات في عندنا 4 سكنات للمقلايات، هذول هم السيوف. اوكي في عنده 4 سيوف هذول هم. العصيان هذول هم كمان العصايا الموجوده بالحساب. الكاتانا ما لها ولا سكن، وهذه ما نزل لها ولا سكن. البوكس ما فيه سكن. الجرينادا عنده 18 جرينادا موجوده بالحساب. اوكي حلوين 18 جرينادا، هذه حلوه الجرينادا اللي فيها يا شباب، هذه ما بتبين للي قدامك. اوكي الثلج عنده 7 سكنات للثلج، حلوين 7 سكنات اسطوريات. الشيء الثاني في عندنا الكروس بو ما له ولا سكن. اللانشر في عنده 3 سكنات لللانشر، وفك اللانشر هذا كمان تبع الموت ما بعرف هذا ما بشوفه انا بالرانكد وبالاشياء مثل هيك، بس هذا موجود منه اتوقع بالمود بس هذا اللانشر. اوكي هذول هم كل الاسلحه الموجوده بالحساب. اتوقع ضل في شيء لازم نستعرضه، الحيوانات الاليفه الموجوده بالحساب، في عنده النسر وفي عنده هذا ما بعرف الدبدوب هذا البطريق ما بعرف شو اسمه، في عندنا هذول مش موجودين، هذا الحيوان موجود. اوكي في حيوانات مش موجوده كثير بالحساب. ان شاء الله بنشوف بلكي بعدين بنفتحهم ونشتري بعض الاشياء الاسطوريه الموجوده بالحساب. اوكي اتوقع هيك استعرضنا كل شيء بالحساب، ما ضل شيء يعني ما ضل عندنا
مشينا نستعرض بالحساب، شفنا كل شيء، فتنا كل شيء على السكنات وكل شيء. فالمهم حبايب قلبي، لهيك بنكون انتهينا من هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. الحساب مش كتير قوي قوي يا شباب، يعني حساب معقول، بس في ناس ما عندها هاي السكنات كلها الموجوده بهذا الحساب يا شباب. مثل ما قلت لكم، هاي البطوله رح تكون على البث المباشر على حسابي على الفيسبوك، رح تلاقوا الرابط تحت بصندوق الوصف. تابعوني على الفيسبوك، فعلوا جرس التنبيهات، رح يصلكم اشعار بالبث المباشر. بكره ان شاء الله رح تكون بطوله اسطوريه، تابعوا البطوله. وان شاء الله بتكون اذا ما عندك حساب اسطوري رح تكون ان شاء الله يكون هذا الحساب بنصيبك. فاتمنى منكم تضغطوا لايك، تشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد. لايك بنكون انتهينا من هذا الفيديو، واشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. سلام.